أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمية الخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم تقريبا كل البيوت المصرية، وكتير قوي سألوني عليه سواء على صفحتي الشخصية أو في رسائل البرنامج. احنا النهاردة هنتكلم على الإجراءات القانونية لمحكمة الجنايات والطعون أمام محكمة النقض، مع أستاذ عادل صلاح خضر، المحامي الخبير القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا. السلام عليكم. وعليكم السلام، وأهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك، دايما حضرتك مشرفنا ومنورنا. الله يكرمك. ربنا الله يكرمك. طيب، يعني هنبتدي الأول نعرف الناس إيه هو الجريمة الجنائية، أو القضاء إزاي بيحكم في الموضوع ده، كان جريمة يعني مدنية أو جنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. القضاء لا شك أنه ينحسم به النزاع، والقاضي شريح حين تولى منصب القضاء كتب على منصة القضاء: الجاني يستحق العقاب وإن حكمت له، والمجني عليه يستحق الإنصاف وإن حكمت عليه، وكتب تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يكون ألحم بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا دلوقتي أمام الإجراءات المتبعة للمحاكم عامة، بدءا من القاضي المدني ثم القاضي الجنائي، لأن الدعوة بشقيها المادي والجنائي، أنا لما يكون المدني يحكم المنازعات المدنية والجنائي يحكم المنازعات الجنائية. لا، أنا أقصد فأنا يعني أتكلم على المنازعات الجنائية. الجنائية اللي هي إيه؟ يعني مثلا حد، إحنا دايما بنقول الجناية دي يعني حد قتل حد. تمام. أنا جنائي الـ 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 الأحكام أو القضايا الجنائية بتنقسم إلى جنح وجنايات. الجنح قدام القاضي الجزئي، ثم الاستئنافي، ثم محكمة النقض، وليس دلوقتي وفقا للتعديل الجديد أصبحت أمام دوائر استئنافية من محكمة، دوائر من محكمة الجنايات أمام دار القضاء العالي. يعني كده إحنا في جزء قدام محاكم الاستئناف أو الكلية والجزئية، وجزء قدام النقض. ما هو إحنا دلوقتي بنتكلم عن الجنح. الجنح درجاتها قاضي جزئي، ثم قاضي استئنافي، ثم إذا طعن على هذا الحكم أمام النقض كان ما من ينظره هو قاضي محكمة النقض. طيب، عشان نفهم برضو مع حضرتك، يعني أنا دلوقتي روحت قدمت دعوة ضد حد. تمام. وقبلت شكوى. شكوى وقبلت وبقت دلوقتي في المحكمة. تمام. إمتى تتعرض على الجزئية وإمتى الكلية؟ إيه الفرق بينهم؟ وامتى بقى يقبل الطعن؟ احنا كده كل ده في نطاق الجنح وليس في نطاق الجنايات. احنا دلوقتي في الجنح. في الجنح بتنظر، يعني نفترض على الفرض البسيط، انا معايا ايصال امانه ورفعته على واحد. ده بيكون قدام القاضي الجزئي بيقضي في هذا الحكم، ثم القاضي المستأنف بيقضي في هذا الموضوع. أيوة. ثم لو كان الحكم فيه عوار او مخالفه للقانون، أنا شايف من وجهة نظري كمتهم في هذه القضية، بعمل طعن قدام محكمة النقض اللي دلوقتي دائرة جنايات منعقدة في غرفة مشهورة في دار القضاء العالي، وفقا للتعديل الجديد وفقا للقانون اللي تم مده امبارح أو امبارح لمدة 3 سنين جاية. يعني لسه هكلم حضرتك عن القانون ده باستفاضة يعني إن شاء الله. بس أنا يعني عايزة أفهم، أنا دلوقتي إمتى أتصنف جنحة وامتى اتصنف جنايه؟ او لو انا فاهمه صح، يعني امتى انا اتصنف جنحه؟ ما هو اتصنف جنحه اذا كانت الواقع وفقا للنص اللي بتسبغه على الواقع النيابه العامه. يعني النيابه العامه هي اللي بتكيف الواقع حسب اللي بيحصل. يعني مثلا يعني في قانون، يعني مثلا حادثه عربيه، واحد خبط واحد بعربيته، امتى تتصنف جنحه وامتى تتصنف جنايه؟ بالظبط. تتصنف جنحة لو أنا خبطته على سبيل الخطأ. تتصنف جناية لو أنا خبطته بالعربية على سبيل العمد. والخطأ والعمد اللي هو بيحدده مين؟ النيابة العامة ساعة ما بتحقق في القضية.
بيستظهر منها في 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 نهايه التحقيق ان فعلا ده كان قاصد يموته. يبقى دخلنا كده قدام محكمه الجنايات. القاضي بقى قدام محكمه الجنايات قدامه بينظر القضيه لدرجه واحده، لان محكمه النقض ليست درجه اخرى من درجات التقاضي. يعني محكمه الجنايات أو 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 القاضي قدام محكمة الجنايات بينظر القضية في درجة واحدة، إنما قدام محكمة الجناح درجتي التقاضي، جزء ثم استئنافي. ولذلك إحنا دايماً بننادي إن يبقى نرجع للدستور في إن يبقى قضايا الفصل في قضايا الجنايات قدام درجتين وليس قدام درجة واحدة. يعني الاستئناف اللي هو الكلية أو الجزئية وبعدين النقد. اللي هي جنايات لا. قبل النقض. حاجة تانية. قبل النقض، يعني وفقا للتعديل الذي نص عليه الدستور ان يبقى قاضي الجنايات يفصل ثم يبقى فيه استئناف على هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات. يبقى محكمة الجنايات بدائرة استئنافية وتبقى دائرة عليا. ثم قضاء النقض، لأن القاضي في محكمة النقض بينظر مش بينظر في موضوع ولكن بينظر بيحاكم حكم. يعني مش بيحاكم واقعة، بيحاكم حكم. طيب حضرتك كنت بتكلمني قبل الحلقة اللي فيه قضايا غريبة بتحصل في الجنايات وغيرها، فكنت عايزة حضرتك قبل ما نتكلم في التعديل الدستوري تقولي واقع عن ده، لأن ناس كتيرة بتقولي في حاجات بنقابلها، وحضرتك أكدت لي المعلومة دي اللي حضرتك قابلت فعلا حاجة غريبة جدا، حاجات كتيرة قوي من الدعاوى اللي بتيجي لحضرتك. هو دايما يقال قدام محكمة الجنايات أو دايما يدرج أن الاعتراف سيد الأدلة. صحيح. الاعتراف سيد الأدلة. صح. ولكن أنا في تقديري المتواضع أنه ليس في كل الأحوال أن الاعتراف سيد الأدلة. صحيح. بدليل أنا اتعرض علي في سنة من السنوات قضية كانت واحدة ست قتلت بنتها. وكانت وسيلة القتل بتاعتها أنها بتقول أنها كانت قاعدة على السلم وهي بتناقشها وجت من وراها وخنقتها. بس قتلت بنتها دي صعبة، يعني قتلت بنتها ليه؟ لظرف ما لابد يعني مش لازم انا احكي يعني. انما الوسيله البنت شديده في الجسم وفرعه ومامتها حاجه صغيره كده فيعني ليس مستساغ عقل وطبعا غريزه حب البقاء يعني مش هتسيب مامتها كده تخنقها وتسكت. اكيد. فتقرير الطب الشرعي وتقرير والاقوال الموجوده في القضيه وتحريات المباحث واقوال المتهمه كلها بتقول ان الست دي قتلت، الا تقرير الطب الشرعي مخالف لما ورد في الاوراق. هي الست اعترفت. اعترفت في الشرطه واعترفت في النيابه وجت قدام المحكمه واعترفت. ولكن انا في الواقعه دي يعني ذكرتني بواقعه حصلت في عهد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. أحد الجند تنحى جانبا يقضي حاجته فلقى واحد مقتول لتوه والسكين جنبه ودماؤه تنزف، فأخذ السكين ولسه بيقلب فيها وبعدين الكتيبة التانية جاية فأمسكوه وقالوا أنت اللي قتلت؟ أنا اللي قتلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما قتلش. فسيق إلى القاضي فقضى بالقصاص. يعني اعترف على نفسه وهو ما عملش حاجة. ما عملش حاجة. فما راح للقاضي القاتل بقى الحقيقي قال انا كده قتلت نفسي وهقتل نفسي تاني. فراح لساحه القضاء وقال لهم انا اللي حاسبكم، انا اللي قتلت. فرجعوه للقاضي تاني فاحتار القاضي. فرفعوا الامر الى سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. فكان لي مقوله يعني بصراحه يعني حكمه وفطنه وفراسه في هذا الموضوع. سأل الاول ما حملك على ان تعترف بواقعه لم ترتكبها؟ قال لهم الميت مقتول والدماء تنزف منه وسكينه في ايدي. يعني مفيش شهود. موجوده على طب وانت وكيف تعترف وقد افلت من العقاب؟ انا قتلت واحد واقتل الثاني. فقضى بالعفو وقال ان كان هذا قد امات نفسا فانه قد احيا نفس، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وطبعا كان لها صدى قدام المحكمه طبعا، وما اعتبرتش في هذه الحاله ان الاعتراف سيد الادله. وطلعت براءه فعلا؟
القضية خلصت يعني كأنها براءة، لأن هي كانت البنت كانت الست محبوسة بقالها أكتر من سنة، فالقاضي نزل بالعقوبة لسنة يعني وحكم. فعلا يعني نظرة القاضي، ولو كان ومحامي زي حضرتك يعني لما يتكلم هو عارف هو بيقول إيه، فهو بيقنع القاضي بالشكل القضية اللي هي فعلا كده، مع إن كل الأدلة ضدها، يعني هي معترفة عن نفسها. القاضي لسان سبحان الله. العدل في الأرض، وربنا سبحانه وتعالى بيختص القضاة تحديدا بنوع من الفراسة والحاسة اللي محدش أصلا يعني ما بتبقاش موجودة في كثير من الناس خالص. صحيح. يعني بتلاقي عنده كده فراسة، يعني ممكن تلاقي واحد صوته عالي ويتصنع العياط وكذا 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 وهو قاتل. صحيح. وهو فاعل وهو كذا وهو كذا، والقاضي بحسه وفراسته بيستظهر هذا من كل الامور اللي بتعرض عليه. صحيح. طيب هرجع تاني لمحكمه النقض. تمام. هو امتى يصح اللي اتحكم عليه اللي هو يقول انا ممكن اطعن والمحكمه تقبل الطعن بتاعه؟ يعني امتى تقبل طعنه؟ هو احنا كده هنتكلم في محكمه الجنايات عامه. ايوه. يعني كلامنا هنا الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات للحكم الحضوري 60 يوم من تاريخ صدور الحكم، لأن احنا في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بيبقى أحد حاجتين، يا إما حكم غيابي يا إما حكم حضوري. إذا كان حكم غيابي للمتهم إن هو يجي يعمل إعادة إجراءات في أي وقت وبيعمل إعادة الإجراءات ويمشي، أما لو تم القبض عليه أو إن هو عمل إعادة إجراءات وما حضرش وتأيد عليه الحكم تاني واتقبض وجه يعمل إعادة إجراءات المرة التانية، فلا بد أن يكون ذلك من محبسه. يبقى موجود بشخصه، يبقى محبوس لغاية يوم الجلسة. أيوه. إنما لو عمل إعادة إجراءات للمرة الأولى بشخصه بيعملها في 5 دقايق وبيروح. الحكم المحكمة محكمة الجنايات بتسمع المرافعة وبتصدر حكمها في نهاية المطاف، وبعد كده المتهم بيعمل نقض على هذا الحكم. له شقين، الأول التقرير بالنقض والثاني إيداع الأسباب، وكليهما لابد أن يتم في خلال 60 يوم من تاريخ الحكم. طب نقولها كده بشكل مبسط، يعني المفروض يعمل ايه وايه؟ ما انا بقول لحضرتك في تقرير اللي هو ورقه زي دي بمضي عليها ان انا ايه بقرر بالنقض، وفي اسباب ان هي الاسباب اللي انا بنقلها لمحكمه النقض ان انا بحاكم بها الحكم الصادر من محكمه الجنايات. كويس. التقرير ده والاسباب دي لابد ان تودع في خلال 60 يوم. اما التقرير يوقعه يا اما المتهم بشخصه يا إما محاميه بتوكيل. لسه كنت هسأل حضرتك، هل ممكن يوكل حد وهو مش موجود؟ يعني غيابي؟ يعمل. لا، ما هو مش 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 إنه مش موجود، إن في محامي أصلا حضر عنه بتوكيل وصدر الحكم وهو بره، أو إن القاضي حجز القضية للحكم والمتهم مخلي سبيله. في الحالة دي إن هو بيعمل التقرير بتوكيل وإيداع الأسباب بذات التوكيل. هو لو اتحكم عليه وهو مش محبوس ولا هو جه ولا هو غير ما عملش غير حاجة واحدة، اللي هو وكل محامي بس، عمل توكيل لمحامي كأنه حاضر. يعني المحامي حضر عنه بتوكيل، لكن هو ما نفذش وقابلت المحكمة هذا التوكيل، لأن في دوائر لا تقبل الحضور إلا بشخص المتهم، وهذا الموضوع بالخيار للمحكمة وليس لزام عليها. فحضر المتهم أمام المحكمة خير وبركة، ما حضرش المتهم وعمل توكيل لمحامي وحضر عن المحامي، الحكم بيبقى حضوري برضو ويبقى كأن المتهم حاضر. في الحالة دي بيتم التقرير بالنقض وإيداع الأسباب من محامي، ولا بد أن يكون من قام بإيداع الأسباب محامي مقرر أمام محكمة النقض، يعني سجل نقض، وإلا النقض في هذه الحالة بياخد عدم قبول. طيب احنا معانا مداخلة من أستاذ أيمن هون، المستشار والمحامي بالنقد والإدارية والدستورية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أمور يا أستاذ أحمد. أستاذ أيمن بالمناسبة من جهابز المحامين والمستشارين في محافظة الفيوم
في الـ في الـ في الجنايات عامه. ان شاء الله دايما بنتشرف بحضراتكم دايما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايمن. بما ان حضرتك محامي في النقد، هل حضرتك بتقابل صعوبات في محكمه النقد في الطعون؟ طبعا بالنسبة هو كل الصعوبات التي يتعرض لها المتقاضين أو المحامين في محكمة النقد هي مسألة مواعيد تحديد الجلسات. أيوه. فقط لا غير، أما النظر للطعن ده خاص بالقضاء وإحنا بنحترم أحكامه. طبعا. طيب يعني أقصى مدة حضرتك قابلتك في قضية مثلا كانت قد إيه؟ عشان يجبر الطعن. هي المشكلة كلها برضه بحضرتك، أنا آسف في القول، إن العقوبات الكبيرة يعني عقوبات الإعدام دي بيبقى العرض بتاعها عن طريق النيابة حتى ولو لم يطعن المتهم عن طريق النظر، وما بيطبقش عليها قاعدة الطعن لإدارة الطعن. أما بالنسبة للعقوبات الأخرى من أشغال الشقة المؤبدة إلى دون ذلك إلى 6 أشهر حتى في التعافي، دي كلها حضرتك على حسب مثلا العقوبات الكبيرة اللي بيكون محل صعوبة اللي تقبلها من المتقاضين، اللي هي العقوبات الصغرى اللي هي من 6 أشهر وسنة وسنتين وثلاث سنوات. العفو الخاص برئاسة الجمهورية مثلا على سبيل المثال في قضايا المقدرات في المادة 38 اللي واخد 3 سنين مثلا 50,000 جنيه، العفو السنة بـ4 شهور، يكون المتهم أمضى العقوبة وانتهى منها ولم يتم تحديد جلسة أصلا لمحكمة النظر. الحل ولدينا الكثير جدا من هذه القضايا. ويمكن لدينا مثلا قضية على سبيل المثال كانت هذا الأسبوع بعد ما قضوا العقوبة وطلعوا بالعفو بتاعهم، قضي فيها بقبول الطعن ثم أعيدة المحاكمة ثم قضي فيها بالبراءة، ثم كان الحبس ليس له أي رصيد لدى المتهمين، اتحبسوا خلاص لمدة سنة ونص وسنتين. طب هل ده يعني في حاجة في القانون بتخلي الناس دي ليها تعويض؟ يعني هو في الآخر طلع براءة وقعد سنين محكوم عليه وبعدين قضى تقريبا الحكم بتاعه اللي هو لو هو مذنب. ايوه دي نص عليها القانون في حق الرجوع على رأس التعسفية في التقاضي، او ان هو بالنسبه للحبس اللي قضي فيه بالبراءه اذا كان يستوجب هذا الحبس بعد قضاء البراءه بيعوض عن طريق حكم المحكمه ودعوه مدنيه قضائيه. بيعوض ماديا يعني. ما بتعتمدش على التعويض ايا كانت، لان دي بيبقى ضمار اسره يعني. اي مكان التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه، والقضاء برضه بنحترم احكامه فيه، الا ان بقى المصيبه الكبرى ان زوال رب الاسره وعائل الاسره وكذا وكذا. طبعًا. يعني دي مصيبه كبرى. طيب شكرا جزيلا استاذ ايمن، وحضرتك شرفتنا بمكالمتك. طيب استاذ ايمن، عرض علينا المشكله اللي بيقابلها معظم محامي النقد، وهي طول مده اللي هو يعود على محكمه النقد. طيب حضرتك شايف الحل اللي ممكن يعمله اي محامي نقد ايه؟ هو الحل مش اللي هيعمله المحامي، الحل اللي هيعملوه اعضاء مجلس النواب. ايوه. وليس المحامي. لان احنا هم عندهم دستور او عندنا كلنا دستور بينص على ان التقاضي على درجتين، وما ينفعش بحال من الاحوال ان واحد بيبقى قاتل او في متهم بقضيه، لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. صحيح. فيبقى متهم في قضيه ويتحاكم فيها ويبقى على درجه واحده. احنا كده حتى خالفنا احكام الشريعه الاسلاميه. أيوة. بان التقاضي على درجتين. وبعدين الجناح على درجتين. فمن باب اولى ان الجنايات تبقى على درجتين. صحيح. لأن محكمة النقد ليست قاضي موضوع، ده هو بيحاكم حكم مش بيحاكم موضوع. وبعدين إذا قضت محكمة النقد بنقض الحكم بتتصدى بقى وتفصل في الموضوع، ما هو ده عبء. طبعا. يبقى كان عندي عبء اللي هو الجنح، وشلنا العبء عن محكمة الجنايات. صحيح. ووديناها لقاضي الاستئناف العالي أو القاضي محكمة الجنايات. في عبء بقى اكتر دلوقتي، ان احنا شلنا هذا العبء وحطينا عبء اكتر، ان محكمه النقض اذا نقضت ما ترجعش. وكان قبل كده في القانون القديم. ايوه. كانت محكمه النقض اذا نقضت حكم بترجعه لدائره ثانيه خلاف التي فصلت في الدعوه. وتحاكم المتهم من جديد، وبعد كده تصدر حكمها من جديد، وبعد كده يطعن عليها امام محكمه النقض. فاذا نقضت الحكم يبقى في الحاله دي تتصدى بقى وهي تبقى محكمه موضوع.
إنما الجديد إدها عبء على العبء وأصبح برضو ما زلنا في تكدس قضايا أمام محكمة النقض. لابد أن يتدخل المشرع لأن رئيس محكمة النقض والسادة المستشارين الأجلاء في محكمة النقض عايزين يشتغلوا ليل نهار عشان يخلصوا مصالح صحيح. الناس طبعا. وعشان يخلصوا قضايا الناس ولكن كم هائل محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية بيجيها من كل الجهات إزاي أنا هخلص كم القضايا ده وأبقى قاضي موضوع صح. إمتى حل الموضوع ده لازم ألجأ للمشرع صحيح. ألجأ لأعضاء مجلس النواب أقول لهم ولا أقول لرئيس مجلس النواب صحيح. بصوا للقضاء لأن التقاضي البطيء ظلم سريع صحيح دي حقيقة أيوه. طيب يعني إحنا بنقول كده إن محكمة النقض كانت مهمته الأساسية أيوه. اللي هي تحكم على الحكم تحاكم الحكم أيوه يعني ده اللي حضرتك يعني لكن دلوقتي هي بتنقض وتحكم وتفصل آه بتنقض وتفصل عيب عليها طبعا يعني أنا هنقض حكم ولا هرفض طعن بالنقض وبعد كده أنا هحكم فيه تاني صحيح. وممكن ياخد الموضوع يستمر بتبقى في قضايا شائكه جدا صحيح. عايزه مش قاضي محكمه النقض لا عايزه قاضي جنايات يقعد يسمع ممكن يسمع سنه صحيح. ممكن يسمع سنتين طب قاضي محكمه النقض هيخلصها في جلسه ولا اتنين ولا تلاته صحيح طبعا ان المنبتة ان المنبتة لا ارضا انقطع ولا زرعا ابقى ومن هو المنبت المتسرع فانا مش هقول بقى انا كقاضي مفيش قاضي متسرع ابدا صحيح انا كقاضي في محكمه النقض لان ببقى اكثر خبره واكثر حنكه واكثر هدوء صحيح. واحرص على مصالح الناس صحيح فازاي هكون منبت يستحيل صحيح فلازم يبقى في تكدس للقضايا امام محكمه النقض وهو زي ما القاضي لازم يكون عادل برضه لازم يبقى قانون عادل بالنسبه للي بيقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته يعني هو طبعا. بيفضل سنين يستنى بس قضيته تتعرض على النقد انت حضرتك عندي من القضايا اللي المفروض يفصل فيها يتم الفصل فيها على وجه السرعه مثلا يعني اللي واخد المحكوم عليه بسنه ايوه بغض النظر هو ايه الراجل اللي عنده 70 سنه الموظف اللي تم فصله قضايا الاعدام هاتيلي قضية إعدام كده تحدد لها جلسة في نفس السنة أتحداك هو ممكن يتعدم وبعدين لا طبعا مستحيل صحيح لازم طيب. لازم كل الإجراءات اللي هي بقياله أيوه طيب يعني ممكن طيب سؤال تاني ممكن اللي حد يقعد مدة 5 سنين وهو حكمه أساسا 5 سنين مثلا ويرجع بعد كده يتبرأ أو ياخد سنة لا هو في الأيام دي يستحيل طبعا إنما هو يبقى 5 سنين ممكن يتحدد له جلسة بعد سنتين ممكن تحدد له جلسه بعد نص المده يكون قضى بعد ما تعدي نص المده يكون وفقا للتعديل الجديد يكون قضى نص المده واتخلى سبيله لا وبعدين في اسره بتضيع يعني ده ممكن يكون رب اسره ف ده مش كده وبس وممكن بعد كده محكمه النقض نفسها بتدي نقض وبراءه بيكون هو قضى نص المده وهو مثلا مهندس في حي ولا رئيس مجلس مدينه ولا أيوة. كذا ولا يعني واحد من آلية القوم عقيل وذوي الهيئات زلاتهم صحيح طيب معانا مداخله السلام عليكم استاذ مؤمن العقيلي سلام اهلا وسهلا بحضرتك احنا كنا حابين حضرتك تقول لنا عن التعديل الدستوري 5/2017 عن محكمة النقض اولا تحياتي لحضرتك طبعا اهلا وسهلا بك استاذ الزميل المحترم عادل بيه خضر يا اهلا وسهلا مرحبا طبعا انا مستمتع وقاعد بسمعه المعلومات الجميله القانونيه شكرا جزيلا ربنا يسعدك المشاهدين وهو بيتكلم قانون كرجل قانون بيتكلم قانون عن الاجراءات التقاضي واجراءات المحاكمات الجنائيه بصفه خاصه تمام الحلقه ومتابعها بسم الله ما شاء الله بحييك عادل بيه على ربنا يسعدك ربنا يبارك فيك وشكرا على المجامله الجميله دي الله يخليك يا حبيبي العفو اولا فيما يتعلق بقى بمحكمه النقض ان احنا كقانونيين وعادل بيه يعلم هذا الكلام ربما طبعا النقوض في الماضي الجنائي خصيصا اللي بنتكلم فيه بتتاخر سنين
وزي ما تفضل الأستاذ جميل أيمن بهارون برضه في مداخلته وأنا سامعها، إن طبعا بيشوفوا هم مدة العقوبة المحكوم بيها، وعلى هذا الأساس بيشوفوا جلسة النقض الموضوعي ممكن تنظر إمتى، هل بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة. صحيح. المهم إن النقض في الخلاصة هو بيتأخر نظر الطعون الجنائية، وده ليه؟ نظرا لتكدس محكمة النقض بكم كبير من طعون النقض. لأن محكمة النقض هي محكمة وحيدة على مستوى الجمهورية تتلقى كل الطعون في كافة الجنايات في ال 28 محافظة على مستوى مصر. صحيح. فأنا من ضمن يعني من اللي أنا بقترحه وأتمنى أن يتم تعديله، ليه ما يتعملش في كل محافظة مكتب خصيصا لمحكمة النقض ودوائر لنظر نقوض الجنائية في ذات المحافظة اللي بتنظر فيها؟ بدل ما كل النقود بتصب في محكمة النقض في القاهرة، يبقى في محكمة نقض أو ممثل لمحكمة نقض أو دوائر نقض تنعقد في كل محافظة. صحيح. أو كل يعني دائرة استئناف. نعمل تشريع بهذا الكلام. صحيح. عشان نخف من ضغط اللي على محكمة النقض، هم معذورين طبعا من كم القضايا. بيتم طبعا تأخير في نظر الطعون الموضوعية. صحيح. قضايا النقض. طبعا. سواء كانت جنايات أو جنح، حتى الجنح كمان النقض في الجنح بيتأخر. يمكن في التعديل اللي حضرتك تفضلت واتكلمت فيه دلوقتي، هو برضو ده جاي من الدستور وتعديلات الإجراءات الجنائية، إن دلوقتي دوائر الجنايات بدل ما كان النقض بتنظره وبعد كده إذا قبل النقض موضوعا بتؤمر بإحالة ملف الدعوة لنظره أمام دائرة جنايات أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم. فدلوقتي ممكن بالتعديل إن محكمة النقض بتنظر موضوع الدعوة. يعني ايه بتنظر موضوع الدعوة؟ يعني بتعيد في حالة قبول النقض موضوعا محاكمة المتهم مرة أخرى على الجرم اللي ارتكبه، عشان تشوف إن كانت تعدل العقوبة أو تؤيد العقوبة أو تدي براءة في الجريمة. محكمة النقض دلوقتي هي المنوط لها لما بتنظر طعن بالنقض، إذا قبلت النقض موضوعا من حقها تنظر محاكمة المتهم وتحاكم المتهم مرة أخرى إذا قبل النقض موضوعا. هو ده ربما التعديل الحالي اللي موجود في محكمة النقض، لأن زي ما تفضل عادل بيه وكان بيتكلم إن بيحصل إن لما بينظر برضو النقض أمام محكمة النقض بعد قبول النقض موضوعا بتحيل هي القضية عشان إعادة محاكمة المتهم. طبعا بيتلغي الحكم الصادر ضده في المحاكمة الأولى، وبيعاد محاكمته مرة تانية أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم. الدستور زي ما تفضل عادل بيه برضو وانا سامعه وبيتكلم في مواد الدستور ان التقاضي في الجنايات خصيصا يكون على درجتين عشان صحيح. تبقى ضمانه اخرى كفلها القانون للمتهم لمحاكمته تكون عادله. صحيح. اللي بيطول الاجراءات يا استاذه اجراءات المحاكمه الجنائيه امام محكمه الجنايات هو مرحله التحقيقات اللي بتنظرها النيابه وبتحقق في القضيه الى ان يتم تكييف الواقعه ان كانت جنايه او جنحه. أيوة. دي مرحله. المرحلة الثانية هي مرحلة محاكمة المتهم أمام المحكمة. وهنا عايزين وقفة، يعني محاكمة المتهم عشان تكون محاكمة عادلة الدفاع الحاضر عن المتهم دايما محكمة الجنايات بتشوف إن كان ليه طلبات توفيها له قبل ما يترافع في الدعوة. فإن كان ليه طلبات من وجهة نظره كدفاع اللي هو محامي المتهم بيطلبها من المحكمة أنها توفيها له، وله أن يتمسك بهذه الطلبات وله أن يعرض عنها أو يتركها أو يتنازل عنها. بعد هذه الطلبات ما توفى، الأستاذ المحامي المدافع بيدافع عن المتهم بتاعه كيفما طراء له، والحكم في الآخر لمحكمة الجنايات اللي زي ما عادل بيتك فضل برضو قال، احنا بنكرر المعلومات اللي هو قالها، إن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم في محكمة الجنايات. وهنا بيبقى لازم المتهم يعمل إجراءات الطعن بالنقض، يا إما بشخصه يقر بالطعن بالنقض في المحكمة، صحيح، والمحامي بتاع النقض بيودع مذكرة بأسباب النقض اللي هي بيحاكم فيها حكم المتهم الصادر ضد هذا المتهم. هنا بقى يبقى كده 60 يوم تم إيداع مذكرة الأسباب، المتهم أقر بالطعن بالنقض أو محامي بتوكيل عنه أقرره بالطعن بالنقض، ننتظر هنا بقى وياخد النقض بملفه دور لحين نظره موضوعا للبت فيه. عند تحديد جلسة لنظر النقض موضوعا أول ما تنظر له المحكمة هو الشكل، وهو 60 يوم. هل التقرير بالطعن بالنقض وإيداع مذكرة الأسباب تم في خلال الستين يوم ولا لا؟ لو في اليوم الواحد وستين يبقى لا يقبل النقض شكلا وبالتالي لا ينظر الموضوع. شكرا. إذا كان إيداع مذكرة الأسباب في الشكل في ستين يوم يبقى محكمة بعد كده تحققت أن الشكل سليم، وفي خلال الستين يوم
بتنظر النقض موضوعا، وهنا بتحكم يا اما بقبول النقض موضوعي او رفض، يا اما برفض النقض موضوعي. شكرا جزيلا استاذ مؤمن العقي، المستشار والمحامي بالنقد والاداريه، شكرا جزيلا لك. طيب احنا عرفنا باستفاضه ال 60 يوم والاجراءات وهكذا. طيب دلوقتي القانون ده انا عندي حلين، يا اما هي تتعرض مرتين، ده اللي انا فهمته، يعني تتعرض مرتين على محكمه النقض، او تفصل في الدعوه في نفس الوقت اللي فيها النقض. يعني امتى ده يحصل وامتى ده يحصل؟ مرتين ده قانون قديم وخلاص عديناه، ده خلاص، ده اللي كان قبل كده في 2006 اعتقد. ده عديناه خلاص، ما بقاش موجود. وبدأ من 1/5/2017 اللي فات بدأت محكمة النقض تتصدى بقى، إذا نقضت حكم تتصدى للفصل في الطعن. طيب وتفصل في موضوعه. ما محكمة النقض بتوديها تاني الاستئناف بس في دايرة أخرى. لا. أو الجنايات في دايرة أخرى. لا، إحنا هنا بنفرق بين حاجتين. أيوه. إذا تم الطعن على الجنح، الحكم الصادر من قاضي الجنح المستأنفة. ده بيتم قدام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في دايرة من دوائر دار القضاء العالي، اللي هي الهيئة العامة للنقد، مش كده؟ ولا أعضاء؟ لا لا، مش الهيئة العامة للنقد، في دايرة من دوائر دار القضاء العالي. اوكي تمام تمام. إذا في غرفة المشورة وجدت بنقد الحكم، يعني نقضت هذا الحكم تمام، بترجعها تاني لدايرة تانية، والدايرة التانية هي اللي بتفصل فيها. الدايرة التانية جناح مستأنف، وبعد كده إذا طعن على هذا الحكم مرة تانية بتفصل بقى في الموضوع لو نقضت الحكم. ده بالنسبة للجناح. أما بالنسبة للجنايات فأصبح دلوقتي التقاضي على درجة واحدة، ومحكمة النقض حينما يتم الطعن على هذا الحكم إذا نقضت هذا الحكم بتحدد لها جلسة لنظره موضوعا إذا كان محتاج مرافعات ولا إذا كان مش محتاج مرافعات ورأت إنها تقضي فيه بالبراءة أو تخفيض العقوبة بالموائمة، يعني واحد واخد 15 سنة ورأت إن الواقعة ضربه مثلا أفضى إلى موت وكده، بتنزل صحيح بالعقوبة من 3 لـ6 من 3 لـ7 سنوات، وفي الحالة دي بتبقى بتقضي في الـ في الـ في الـ في الدعوة في ذات الجلسة. طيب يعني إحنا الحل عندنا اللي أنا فهمته اللي إحنا نزود دواير في المحافظات، وهي كنت بتقول حاجة على الاستئناف في مكالمتنا مع أصدقائنا. هو أنا بقول هو زي ما تفضل الزميل الفاضل الأستاذ المستشار الفاضل محمد العقيلي، هو بيقول ليه ما نعملش دايرة في كل محافظة. هو طبعا هيبقى فيه مشقة وهنحتاج عدد كبير جدا من القضاء، إنما نقدر نقول إن ممكن يتعمل دايرة في كل محكمة استئناف عالي. يعني مثلا كل 3 محافظات بنعمل فيهم دايرة. في الحالة دي هيشيلوا عن كاهل محكمة النقض عبء كبير جدا، بل إن فعلا ممكن يتفصل في ذات السنة في طعن في النقض. طب يعني ليه ما أنا بعتبر كمان إن بداية انضباط الهرم من محكمة النقض. صحيح طبعا. مش ليس في الـ في الـ ولكن في الوقت نفسه. صحيح طبعا. يعني كل ما كان الوقت سريع في محكمة النقض، كل ما الـ الـ المنظومة كلها في المحاكم كلها هيبقى الوقت فيها سريع. صحيح. من أغرب الحاجات اللي حضرتك قلت لي عليها، يعني بما إننا اتكلمنا في قضايا النقض واللي بيحصل فيها، قلت لي اللي كان فيه قضايا قتل وكان الناس بيتصالحوا وبعدين بيرجعوا تاني ياخدوا حكم، فقضايا الصقر يعني بتكبر وتكتر في البلد وهكذا. فمعلش ممكن تقول لنا الجزء ده؟ هو فيه، انا بقول دايما، مش انا بس اللي بقول، ده جميع القانونيين بيقولوا ان القضاء ينحسم به النزاع على طول. خلاص القاضي قال ما حدش يقدر يتكلم. ولكن النقطة اللي أنا بقولها دي يعني لابد أن يتدخل فيها المشرع بالتعديل. إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات في قضية ضرب أفضى إلى الموت، واللي عقوبته من 3 سنوات ل7 سنوات، اللي بيحصل إيه؟
لأنها غالبا بتبقى في مشاجرة إن أهلية المقتول وأهلية القاتل بيقعدوا في ميعاد، وغالبا الموضوع ده بيحصل في الصعيد، بيقعدوا في ميعاد وبيطلعوا للمقتول ده هدية، جلسة صلح يعني. بيطلعوا له هدية، الهدية دي مثلا 1,000,000 جنيه. أهل القتيل بياخدوها يرتضوا. أجمع الفقهاء على أن الدية مقابل العقوبة. الدية مقابل العقوبة. صحيح. باجي أنا بقى كأهل القتيل باخد قلم الوراثة وباجي قدام القاضي وأقول له يا ريس أنا اصطلحت. المفترض إن أقول له أنا اصطلحت يثبت إن أنا اصطلحت وتنقضي الدعوة. صحيح. ويبقى فيه تعديل بكده. طبعًا. لأنهم أخذوا الدية وارتضوا. انما لا، ده انا بقول له اصطلحت يبقى كده اقرار ان الواقع تمت. وفي الحاله دي القاضي بيقضي بالعقوبه. اللي بيحصل ايه بقى؟ وده في الواقع العملي. ان اهل المقتول يقولوا ابننا المقتول ديته 3 سنين. لا، ديتكم اهي واحنا خلينا في مشاكلنا بعد كده. صحيح. وهذه انا بعتبرها من الوسائل اللي بتساعد على الصقر ولا تقضي عليه. انما التعديل، لو تم التعديل هذا في قانون الاجراءات الجنائيه وتم اخذ الصلح، الاخذ بالصلح، لان القاضي يعني هنا في مصير وليس مخير، واخذ بالصلح في هذه القضايا هينحسم بها النزاع. صحيح. وقال وهتنخدم بها النيران، وخصوصا في قضايا القتل. صحيح. في قضايا الثأر. الثأر طبعا. طيب عايزين بقى نتكلم على انقضاء الدعوة الجنائية بالتقادم والفرق بينها وبين سقوط العقوبة. تمام. يعني القضية اتحكم فيها، عشان بس توضيح على الناس، واتحكم فيها وهو ما نفذش الحكم وخد مثلا 3 سنين، 3 سنين عدوا فبتسقط. هو الموضوع ده بيحكمنا فيه مادتين في قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة 15 والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. الإجرائيا العقوبة إجرائيا بتنقضي الدعوة الجنائية بالنسبة للجنح بمضي 3 سنين، وإجرائيا تنقضي الدعوة الجنائية بالنسبة للجنايات بمضي 3 سنين. ممكن حضرتك تقول المعلومة دي تاني؟ أيوة، نوضح. تنقضي الدعوة الجنائية في الجنح، واحد أحيل إلى محكمة الجنح والمحكمة قضت بمعاقبته سنة غيابيا، ثم عمل معارضة في هذا الحكم بعد أكثر من 3 سنوات. القاضي هنا دفع قدام المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة، وقدم ما يفيد أنه ما كانش خارج البلاد في هذه المدة، لأن الخروج بره البلد بيقطع مدة التقادم. كأنه هرب. ما هو ده دي تعليمات نائب عام. فقدم ما يفيد ان هو ما كانش خارج البلاد في هذه المده. وقدم للقاضي، فالقاضي هنا لزمن عليه انه بيقضي بانقضاء الدعوه الجنائيه بمضي المده. بالنسبه للجنايات، النيابه العامه بتحقق في قضيه قتل. تمام. وهي بتحقق في قضيه القتل، حصل شيء ما وتاهت القضيه. وهنجيب الشاهد الفلاني وهنجيب مش عارف القضيه مع التداول مع السنه دي عدت، اللي بعدها عد 10 سنين. ما بين الواقع وما بين اخر اجراء قامت به النيابه. ثم احيلت المحكمه، احيلت الدعوه الى المحاكمه الجنائيه بعد 10 سنين. هنا تنقضي اجرائيا. ولكن قد يقول قائل أنا دلوقتي قدام محكمة الجنايات والحكم صدر غيابيا، فهل تنقضي الدعوة إجرائيا بمضي 10 سنين من تاريخ هذا الحكم الغيابي؟ السائد وفقا لأحكام محكمة النقض إن الكلام ده لا. ليه؟ بيقول لي إن هنا ده أصبح عقوبة، واللي يسقط عليها اللي يطبق عليها سقوط العقوبة، وسقوط العقوبة في الجنايات ب20 سنة. ودي طبعا كانت قضيه كانت معايا انا شخصيا، وكان والمتهم عمل فيها اعاده اجراءات بعد 18 سنه
ودفعت فيها بالانقضاء الإجرائي والمحكمة ما أخدتش بيه وادت للمتهم مؤبد وعملت فيها طعن أمام محكمة الجنائية أمام محكمة النقض ومحكمة النقض نقضت وتصدت وقضت ببراءة المتهم المنوسبة إليه. يعني معنى كده أن العقوبة لا تسقط. العقوبة تسقط في الجنايات بمضي 20 سنة. يعني ما يجيش بعد 3 سنين يقول أنا هطعن. لا. ما يجيش بعد 10 سنين يقول سقوط إجرائي. ولأن الحكم غيابي. أيوة. ولكن بعد 20 سنة في الجنايات. طيب. يعني محكمة النقض لو رفضت دعوة لا يمكن اللي هو يطعن عليها تاني؟ محكمة النقض إذا رفضت الدعوة لا يتم الطعن عليها إلا بالتماس إعادة نظر، ودي في حالات تقريبا حاجتين أو ثلاثة اللي أنا متذكره منهم إن إذا وجد المقضي بإعدامه حي المقتول بقى إذا وجد صدر حكم بإعدام واحد والواحد ده لقيناه لو حي بعد كده أو إن اللي قاتل نفسه الحقيقي ظهرت الامارات الجاده وكان تقريبا في ممثله مشهوره او مطربه مشهوره كانت متهمه في قضيه قتل وظهرت براءتها بعد الحكم عليها 15 سنه وتم تقديم التماس اعاده نظر وقوبل هذا الالتماس وتم اخلاء سبيلها. ايوه. طيب يعني الراجل اللي مش عارف ياخد حقه مثلا في شيك مثلا تمام وحقه بعد 3 سنين خلاص عمل طعن وخلاص العقوبه او انقضاء المده على الراجل التاني، هل هو ما يقدرش ياخد الفلوس بتاعته؟ يعني هو كده خلاص حقه المدني راح؟ هو احنا هنا بنفرق بين حاجتين. بين الدعوة المدنية والدعوة الجنائية، والمقصود عندي بالدعوة المدنية ليست الدعوة المنظورة مع القاضي قدام القاضي الجنائي. ولكن الدعوة المدنية هو اللجوء إلى القاضي المدني. أنا الشيك ممكن أشتغله مدني. كأمر أداء. بعد انقضاء بعد الجنايات. لا ده أنا بقول بداية. بداية. وممكن أشتغله جنائي. فإذا فشلت فيه بقى جنائي برجع أسحبه وأشتغل فيه مدني بأمر أداء قدام القاضي المدني وأخد بيه حكم مدني ويتم التنفيذ بقى بالحجز على أموال المدينة. طيب. لما يعني بيعلنوا المتهم او اللي هو خلاص خد الحكم عليه ما بيعرفوش يوصلوا له. تمام. بيبقى في تلاعبات معينه او اشكال معينه من الخداع من العناوين او الاهل ما بيودوش اللي هم ياخدوا الاعلانات بيرفضوا تماما. فهو ما بيعرفش ياخد حقه برضه، يعني مهما حصل ما بيعرفش، هو بيهرب وخلاص الموضوع على كده. هو برضه هنفرق هنا بين حاجتين المدني والجنائي. الجنائي النيابه هي اللي بتعلن. يعني غالبا بيتم اعلان المتهم سواء استلم الحكم او استلم الاعلان او ما استلمش الاعلان. اتعلن اداري مع المامور والمامور ما وصلش الاخطار لقى السكن مغلق فساب له الاعلان تحت الباب بتاع الشقه وهكذا. فبيصدر الحكم غيابي. فده ليها حل ان هو بعد في خلال يعني عدت بقى 3 سنين انت حضرتك عايزه تقولي انا مش عايزه الحكم ده يسقط. يبقى المفترض ان انا كمحامي بقدم طلب للنيابه ان النيابه هي تعلن بالحكم. لان النيابه لو اعلنت بالحكم قبل 3 سنين بتبدا مده 3 سنين تانيه وهكذا. ولكن ده طبعا عبء كبير على النيابه. اتمنى طبعا في تعليمات جديده من سياده النائب العام يعمل الحته دي لان هم كل فتره كده بيتم دشت هذه القضايا لسقوطها بمضي المده. يعني كل قبل ال3 سنين ما تعدي على القضيه هم بيعملوا زي محاكمه سوريه يعني؟ لا، بعد ال3 سنين. بعد ال3 سنين. بعد ال3 سنين حتى لو تسقط الدعوه قضايا ويتم اللي ما تعلنش فيها من المتهمين واللي هو مش خارج البلاد وما سافرش بره ويتم دشت هذه القضايا لسقوطها بمضي المده. طيب حد معانا على التليفون يا جماعه؟ حد بيسال؟ طيب ممكن تقول لنا حد بس بيسال على الصفحه؟ حد
حد خد حكم الاستئناف وخد بعد كده ايقاف. تمام. ايقاف التنفيذ. ياخد الكفاله اللي هو دفعها ولا لا؟ لا. ما ياخدهاش. اذا كان الحكم صادر باي عقوبه والقاضي زلل هذا الحكم بالايقاف ما ياخدش الكفاله. لان دي عقوبه. دي عقوبه. طيب. هاخد بقى الموضوع بتاعنا شويه. النهارده اليوم العالمي للطفل. تمام. ويعني بيبقى فيه اجراءات معينه للاطفال وهكذا، والناس بتقول حمايه الطفل والطفل ده لازم نهيئ له بيئه كويسه وهكذا. مع وجود اليوم العالمي للطفل حاجه يعني احزنتني جدا، في يعني غيامه كده او حاجه انا مش فاهماها. في اهلنا ودمنا في غزه من الاطفال بيراق دمهم على العلن، واحنا بنقول حقوق الطفل وحقوق الانسان، وفين حقوق الطفل وحقوق الانسان واليونيسيف من حقوق الطفل في غزه؟ انا مش هتكلم على حقوق الطفل في اي بلاد تانيه تنعم بالرخاء يعني، انا هتكلم على حقوق الطفل في غزه. فين حقوق الانسان؟ ايه حقوق الطفل؟ هي اتفاقيه حقوق الطفل دي اتفاقيه عالميه اللي دعت ليها منظمه الامم المتحده. ايوه. وهي الراعي الرسمي ليها. حطت بنود ليها لحمايه الطفل. والدول الاسلاميه تحفظت على ومنها مصر يعني. أيوة. تحفظت على بعض البنود التي تخالف الشريعه الاسلاميه. لان فيها بنود تخالف فعلا الشريعه الاسلاميه، وفيه تقدير سن الطفل اللي احنا اخذنا من يعني ثبتنا سن الطفل ان هو اللي سنه لا يتجاوز ال 18 سنه. ودي موجوده في الايه؟ في الاتفاقيه. طبعا مصر عضو في هذه الاتفاقيه. وللاسف الشديد اسرائيل عضو في هذه الاتفاقيه. والولايات المتحده الامريكيه ليست عضو في هذه الاتفاقيه. والى الان بترفض، بتقول ان الاجراءات بالنسبه لينا معقده في هذه الاتفاقيه، لان هي الراعي الرسمي لخراب الدول اللي فيها كل او لاباده الاطفال في جميع الدول اللي احنا موجودين وشايفينها، اذا كان في العراق، اذا كان في سوريا، اذا كان في غزه، اذا كان كل ده الراعي الرسمي للولايات المتحده الامريكيه. ومن الغريب يا استاذ عادل، الناس يعني حقوق الانسان وحقوق الطفل يقعدوا يتكلموا في البلاد اللي فيها رخاء عن حقوق الطفل، ويجوا على اللي بيراق دمهم في العلن وعلى مرأة ومشهد من الناس كلها، ما حدش بيتكلم خالص. بيقولوا انه دين ونشجب بس. يعني ناس بتموت قدامنا، اطفال ابرياء. انا امبارح او اول امبارح شفت منظر طفله مطلعينها من تحت الانقاض بيقولها قولي لا اله الا الله. يعني مشهد في منتهى الحزن. طفلة بيجيبوها من تحت الأنقاض ومحدش بيدافع عنها. يعني المفروض حقوق الإنسان دي فين؟ حقوق الطفل دي فين؟ هي للأسف احنا كلها اتفاقيات وكلها مكتوبات ومخطوطات. وإذا نظرنا إلى الوطن العربي لا تطبق لا مخطوطات ولا مكتوبات. وانما ما يصل الموضوع الى اليهم لا، يبقى في مخطوطات ومكتوبات واتفاقات، وانتوا تجاوزتوا وانتوا عملتوا وانتوا وديتوا، انما يعني اطفال غزه في الرماد مش مشكله. حول ولا قوه الا بالله. ولهم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ينصرهم اللهم ويفك الكرب عن كل الدول العربيه. اذا موجود في اتفاقات بس لا تنفذ. في اتفاقات ولكن لا تنفذ للمستضعفين، لهؤلاء المستضعفين. يوم ربنا عز وجل. شكرا جزيلا استاذ عادل خضر، احنا تشرفنا بحضرتك النهارده ودايما بتثرينا بمعلومات، يعني ربنا يكرمك ويعزك دايما. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. في اخر الحلقه حابه في اليوم العالمي للطفل اعزينا كلنا في اطفالنا واهلنا، سواء في فلسطين ولا في سوريا ولا في غيرها. ربنا ينصركم نصرا عزيزا ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.